إنني أهوى الصلاة حيث لي فيها النجاة، طاعة المولى تعالى إنها عطر الحياة. إنني أهوى الصلاة حيث لي فيها النجاة، طاعة المولى تعالى إنها عطر الحياة. فأعني يا إلهي كي أصلي الصلوات في المساء والصبح، أدعو بفنون الدعوات. بارك اللهم فعلي بحميد البركات، وأعطني الجنة دارا قد أعدت للهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My brothers, my sisters in aid convoy, جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم. We are now boat, carpet, what you sent in container in Mosque Ar-Rahman in Atmakam. May Allah accept and may Allah reward you. جزاكم الله خيرا. Our brother in aid convoy and the donors. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الإخوة الآن يقومون بمد السداج المقدم إلى مسجد الرحمن في مخيمات أطمي من الإخوة إيد مود إيد كوم بوي، جزاهم الله خيرا، بارك الله بهم، أسأل الله أن يجعله في صحيفتهم.